بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما سبقنا في الدرس السابق قلنا أننا نحن غادي نبداو في ليطاب نتاع موديفيه. إذا غادي نبداو في هذا موديفيه. موديفيه الشيء نتاع موديفيه تقريبا تشبه أجوتي، نفس الشيء بالنسبة لأجوتي. الفرق فين كاين هو أن أجوتي تتأجوتي لنا في آخر الطابلو، بينما في موديفيه تتموديفي لي عليه زانفورماسيون تتخليهم في نفس الكاز. دونك اش غادي ندير؟ غادي نكوبي هاد الفورم تماما نفس الشيء، ثم غادي نمشي لموديفي، ثم غادي ندير لها كولي، ثم غادي نحطو هنايا بهذا الشكل. بهذا الشكل هذا، ثم كذلك غادي نكوبي الكود البارتي كود، خصني نكوبي حتى اجوتي. حنا اش بغينا في اجوتي؟ الفيدي بغيناها غادي نحتاجو لها، اجوتي غادي نحتاجو لها، هاد اللود اللي نحتاجو لها كذلك، ثم نفس الشيء غادي نحتاجو لها هاد لي زانفورماسيون كلها. دونك غادي حنا نهزو هاد لي زانفورماسيون كلها موديفي كيف قلنا، نفس الشيء كيف وقع لنا في ليطاب اللي قبل. غادي نعاود بالنسبه لهاد الشيء اللي كاين في اللود نتاع الشخشي، خصو يتسبليمون نديروه في اللود نتاع موديفي. دابا حتى هنا ما درنا والو، غير درنا كوبي كولي، كوبينا الانترفاس وكوبينا الكود. حطينا موديفي حيت كانت في الاول الشخص، كانت في الاول اجوتي اللود، رضينا الموديفي اللود عند هذيك فونكسيون، هذيك بروسيدور وهذيك بروسيدور اخرى. طيب اذا حتى هنا نجيو نيكزيكوتيو باغ اكزومبل، ندير مثلا موديفي. تلاحظوا انه افيش لي زانفورماسيون اللي بغيتنا، ولكن خصني انا مثلا فاش ندير موديفي خصني ندير واحد الغوشيرش، خصني ندير واحد الغوشيرش هنا بحال قبيله. دونك غادي رجعنا للموديفي، ثم هاد انيلي غادي نخليها، هاد فيدي غادي نخليها، ثم هاد اوكي غادي تبقى هنا. التعديل اللي غادي ندير هو انني غادي نزيد واحد لو بوطون اخر باسمي اوكي بهذا الشكل هذا، ثم هاد انيلي غادي نخليوها كيف اتفقنا تبقى. غادي نحزو هادي بهذا الشكل هذا، خليو انيلي في هاد الجهة، وبلاصة هاد اوكي غادي نكتبو نسميو فاليدي، بمعنى غادي فاليدي ليا دوك لي موديفيكاسيون اللي درت انايا. دونك غادي نسميوها فاليدي او لا فاليدي لي موديفيكاسيون. اذا من بعد كيف اتفقنا نفس الشيء اللي درنا في الشخشي غادي تكون في موديفي، غادي تكون هاد الفورم بهاد الشكل هذا. دونك غادي نشوفو شنو هو لاطي اللي كونفونابل معاه، هو 76. غادي نردو على لاطي سامبل، ثم غادي نمشيو للود. في وسط اللود غادي نقولو ليه حط لينا لاطي تكون تساوي كيف قلنا مي وان هايف، مي وان هايف تساوي 0.80. طيب و اون فوا كليكي على لو بوطون اوكي يوقع لي يوقع لي واحد الغوشيرش. هاد الشخص الغوشيرش بلا ما نعاود نبروغراميها من الاول، غادي نحاول نستعن بهاد الشخص اللي كنت قلت من قبل، هاد لو بوطون اوكي غادي نخلي الديكلاراسيون تماما نفس الشيء بهاد الشكل. اذا هاد الكود هذا نفس البرينسيپ اللي كنا شفنا في الشخص هو اللي غادي يوقع في وسط هاد لو بوطون. لا غادي نمشي موديفي، ثم كونترول في. دابا فاش غادي نديكلاري فاريابل تيب نتاعها انتيغر، ثم غادي ندير هاد البوكل تتقلب ليا واش كاين ولا ما كاين. الا كان كيف قلنا تترتورني لانديس تاعو، سينو تتبقى في ناقص واحد عليا. من بعد تنفيريفي واش لو شون خاوي، تنفيريفي واش تنافيشي لواحد الميساج كاين ولا ما كان، عليا تنافيشي زانفورماسيون. طيب لو نون تاعو خصو يكون في بلاصه لو نون، البرينو بلاصه البرينو، الارج كذلك. بالنسبه لهنا كاين واش كاين، بالنسبه للجنس قبيلاش كنا تنديرو، كنا تنديرو لوبسيون فيزيبل او فيزيبل يعني تبان ديك اللي مثلا كان ماسكينه بتبان ام، كان فيمينه كانت فيمينه بتبان اف. دابا لا، دابا خصهم يافيشيهم لي بجوج، بمعنى ما باقيش غادي نستخدمو هذا لوبسيون فيزيبل، انما غادي نستخدمو لوبسيون تشيكد. اش غادي نقول؟ غادي نقول اف الا كانت، غادي نستعليه بهذا
الا كانت ام اش غادي يوقع؟ غادي تكون راديو ان بوين تشكل. الا كان ام بمعنى ماسكولين يعني اش غادي يوقع؟ ديك راديو بوطون. الا كانت ام ماسكولين راديو بوطون بوين تشكل واحد راديو بوطون واحد بوين تشكل تساوي ترو. و ايلز راديو بوطون جوج اجابات اللي تساوي ترو. ايلز راديو بوطون جوج بوين تشكل تساوي ترو. وهنا باش ما يوقعش واحد المشكل غادي نحيد بعدا الاند اف كونديسيون سهله. دابا دابا قلت لي الا كانت رجعت انا رجعت لداكشي اللي كان في وسط راديو في وسط رجعت لداكشي اللي كان في وسط الاوبجي. الا كان الاوبجي تساوي ليا ام بمعنى ماسكولين غادي غادي يعطينا راديو 1 بوينت تشيكد سينو غادي يعطينا راديو 2 بوينت تشيكد. دابا باش ما يخلق ما يوقعش هذا المشكل اش غادي ندز فوسكي اون فوا كليكي على لو بوطون او لا اون فوا كليك على هاد لو بوطون تاع اوكي خص هادو بعدا ديزاكتيفا او لا نخليهم راه اوتوماتيك مديزاكتيفي. طيب حتى لهنا قلنا دابا درنا لي طاب دو ريشيرشي ثم قلنا لا كنخاوي تكست بوكس افشي هاد الميساج الا كان تيساوي ناقص واحد يقول لي راه ما كاينش سينو في الحاله فاش كان على بيت اكزيكيوت هاد الكود اش غادي يوقع؟ بلاص تكست بوكس جوج غادي يحط لو نو تكست بوكس ثلاثه البرينو كومبو بوكس لاج اللي غادي درنا على داك لو تيست. بالنسبه لليست بوكس بوان اد هنا ما غاديش تكون هاد القضيه انما غادي نستخدم القضيه اللي كنا درناها من قبل اللي هي سيليكت اندكس بوان سيليكت اندكس تساوي ونعطيوها هادي اولا نديرو بوان تكس كاع نفس الطريقه نديرو بوان تكس طيب نجيو نكزيكوتيو شوفو نديرو اجد واحد ليليمون ان ا نعطيو جوج مسكينه ثم غادي نديرو اوكي دابا تاجدتها مزيان غادي نجيو نديرو موديفي نجيو هذا بروبليم ما خصش يوقع عندنا المشكل دونك غادي نحاولو نرجعو نقادو نديرو واحد اوكي تلاحظو انه افيشي لي زانفورماسيون عطاني مسكينه نفس الشيء افيشي مسكينه. طيب اذا او سيليكسيونيت ثلاثه اللي كانت عندي في وسط هاد في وسط هاد فاش كنت اجوتيت انا في الاول ثم عطاني الاج كذلك ولا ضد ديسكريبسيون كذلك نفس الشيء الامور مزيان شيء فاش كان انيلي خدامه مزيان نعاودو نديرو موديفي ندير باغ اكزومبل ان حنا قلنا تنعاودو نكتو هاد البروبليم هاد فاليدي الفيزي خدامه صامرش. دابا فاش باقي لي مشكل باقي لي فهاد فاليدي هاد فاليدي فاش كليكي اون فوا كليك انا على هاد فاليدي خصو يهز لي هاد لي زانفورماسيون كلهم ويحطهم بلاصه واحده دونك هادي لي طاب لي فيها شويه نتاع التركيز دونك غادي نمشيو اول حاجه غادي نبداو بها غادي نقصو من هاد 80 هادي اللي درنا موديفي هادي فوسط اللود غادي نقصو اللود موديفي لها على كل تحت غادي نديرو باغ اكزومبل 75 ونفس الشيء بالنسبه ل غادي نديرو يكون تساوي 75 لا على 85 اي هي بغات نعاود نرجع حتى لهنا كذلك 75. دابا بقات لي ليطاب نتاعت فاليدي هاد ليطاب تاع فاليدي اش غادي يوقع؟ هنا في كاينه عندي فاليدي اوتوماتيك كان في الاول فيها هاد فاليدي هادي دابا راه هاد الكود فاليدي هو اللي كاين في اجوتي دونك غادي نحاولو نستخدمو هاد الكود تماما غادي يفيري في اول حاجه غادي ديكلاري فاريابل درابو اش غادي يشوف هاد اس قلنا هو اللي تيهزنا الجنس واش ذكر او لا انثى اللي قلنا الدرابو كذلك هو اللي مسؤول لينا واش هذاك لو نومبر ناس كيبسو اللي دخل واش ديجا كان من قبل ولا لا ثم هاد الفور هادي قلنا تذبحت تذبحت لينا بكاز بكاز اللي تتقلب لنا واش داك لو نومبر ناس كيبسو كي ولا ما كاين اللي هاد لو تيست هادو ضروريين خصنا تيستي واش رغم واش عمر تو لي شون للمسائل كذلك. اذا هل هنا هاد لي راديو بوطون الا كانت راديو بوطون الاولى هي اللي مسيليكسيونيت افيش تيحط في اس او ام وسينو تيحط في اف ونفس الشيء تيجي تي اجوتي هنا اذا نفس الشيء تاجوتي الفرق فين غادي يكون تنقاد اوبجي كذلك نفس الشيء الفرق غادي يكون بشيء في سطر واحد تقريبا هو مثلا
هنا درنا تي بوان اد بينما هنا بنديرو تي بوان انسرت تي بوان انسرت عفوا عفوا معليش نستخدمو تي بوان انسرت هنا بدي نديرو تي بوان بي تي تي دو بي هنا غادي نديرو واحد القضيه فاش درنا هاد لو ريشيرش هذا خصنا نهزو هاد الفاريابل اللي درنا فيه لو ريشيرش فاريابل اللي درنا فيه ريشيرش هاد بي هذا خصو يكون جلوبال. طيب عند هنا قلنا اف واي كليكين كليكو على فاليد ونجو اخر ايطاب قلنا هاد تي بوان اب غادي نبدلوها بتي دو اش بنقول هنا هاد تي دو بي اشنو هاد تي دو بي هاد لانديس هاد لومبلاسمون اللي عندها لانديس تاع بي حط ليها فيها او بكل بساطه وغادي انيور هاد اضاء كتب راه جي موديفي هنا نطب نتاع الموديفيكاسيون لا دست ثم غادي نجيو الفيديو مجرد تفاليد لا موديفيكاسيون خصها يصغر لنا هاد لاطاي لاطاي تكون صغيره خص خوينا التكست بوكس يديرنا ديفيلدي وتصغرنا لاطاي اذا اكزيكيوتيو نشوفو حنا غادي نركزو اولا في لاجوتاج باش نعرفو واش موديفي صامارش ولا لا ها حنا اولا اجوتينا لو نيميرو داسكريبسيون 1 ثم في لو نون أ برينو أ الأج غادي نحاولو 16 ماسكيلا أن 11 خليناها صامرش أوكي حتى لهنا أجودينا دونك أجي ندير ليطاب نتاع موديفي غادي نعطيو أن تلاحظو أن داك البروبليم نتاع اللي كان بحال الشكل هذا مبقاش ولا هاد الشكل هذا غادي نعطيو أن باغ إكزومبل أوكي تلاحظو وقعت لنا واحد ليكسيبسيون جي قالينا أ هنا وقع لنا واحد المشكل بسيط دونك غادي نرجع غادي نحاول نبدلو هاد التكست بفاليو التكست بفاليو نبدل التكست بفاليو وغادي نرجع علاش الفرق بين التكست وبين الفاليو شوف لي زانفورماسيون دابا ان ا رجعو كيف قلنا دائما 10 ماسكيلا ان فينا 11 تخي بيان دونك نرجع موديفي ثم تعطي ان تلاحظو انه باقي عندنا مشكل في هاد ليكسيبسيون قالك لو فالو وي ردت التكست دونك البروبليم اللي ارتكبنا غادي نحاولو نرجعو ليه غادي نحاولو نرجعو ليه دونك غادي ناجوتيو ان ان ا ان عشرة مثلا ماسكينا هنا خصنا قلنا لي حنا المينيمو المينيمو هو هاد التاريخ هذا خصنا التاريخ هذا ما نستخدموش نستخدمو تاريخ اخر اذا نديرو 27 نديرو اوكي بيان تخي بيان ثم غادي نديرو انيلي غادي نديرو موديفي نديرو مثلا واحد اوكي طيب تلاحظو ان لي زانفورماسيون افيشا من هادي دونك اجيو حنا نديرو نعدلو غادي نديرو هنا جوج ا عفوا هنا ما عطيتوش انا لاكسي باش يبدل هذا باش يبدل لي نيميرو داسكريبسيون مع مع انه يمكن ليه يبدل لي نيميرو داسكريبسيون حنا غادي نشوفو كيفاش ما نخليوش ليه دابا يبدل لي نيميرو داسكريبسيون ما يبدلش لي نيميرو دانسكريبسيون يبقى فيكس اجي نبدل لي زانفورماسيون الاخرى بي بي مثلا 20 سيمينا 2 مثلا نضغط 5 باين زوب نديرو فاليدي قال لك لي نيميرو دانسكريبسيون ديجا طيب دونك خصنا نديرو هاد جوج هنا اذا هنا اش خصنا نديرو فوسط فاش يبي موديفي ما باقيش خصو يفيريفي ليا واش هاد واش هاد الاليمون كاين لا ما كاين هاد لي طاب نتاع واش هاد لي نمون كاين لا ما كاين خصها ما تكونش موديفي دونك هاد لي هاد الطراب وهذا ما غاديش يبقى عندنا الطراب ما عندناش الدور تاعو وهاد اس اف كذلك ما عندهاش قيمه تاعها حيت مثلا هو واحد التلميذ واحد ستاجير كاين في رقم 15 بغيت نموديفي عليه الا بغيت نموديفي عليه ما خصوش يقول لي راه رقم 15 ديجا كاين خصو اوتوماتيك يحيدها ونفس الشيء بالنسبه تاع كليك دو فوا انا خصني نحيد هاد ديزاكتيفي هادي ونعطيه كامل الحقوق تاع اي حاجه بيموزي فيها اجوتيو كيف ما قلنا ا ا ا 16 سو ماسكينا 1
سو مثلا 27 باغ اكزومبل. اوكي طيب جو اني لي نديرو موديفي دابا عفوا سبريمي او لا موديفي، نديرو موديفي ارجوك المود انسكريبسيون ان. اوكي طيب تلاحظوا ان عطاني زانفورماسيون، دونك اجي جبت لنا هنا بي، هنا بي، هنا بلاص 10 ضد 20، ثم في مينا، ثم جوج، ثم نعطيو على ضد جوج فاليدي موديفيكاسيون. طيب دابا نرجع نشوف افيشر، تلاحظوا ان لي زانفورماسيون الجداد اللي دخلنا هما اللي كاينين عندنا في وسط هذا الطابلو، واحد بي بي اف في مينا بمعنى 20، جوج في الجروب ولا ضاتياج، وممكن كذلك نغيرو حتى لو نيميرو دانسكريبسيون. اذا هذه هي الطريقه نتاعت الموديفيكاسيون، وغادي نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى حتى لدرس اخر ان شاء الله تعالى، وغادي نشوفو كيفاش نديفلوبيو هاد لابليكاسيون بواحد النوع خاص، وغادي نكتفي بهذا القدر هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.